لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. مرة تانية من حمودي إلى قلب الملعب كده والتمريرة وحلوة مش ممكن. يا وجول جوه جول. الهدف الأول، الهدف الإفريقي الأول. ناصر ماهر يبدأ مشواره التهديفي مع النادي الأهلي في مباراة إفريقية. أول هدف لناصر ماهر مع الفريق الأول للنادي الأهلي. يا ناصر، يا ماهر. ناصر ماهر من جيل ذهبي، جيل المنتخب الأولمبي الحالي وجيل منتخب الشباب السابق اللي لعب 2017 في بطولة أفريقيا، يسجل أول أهدافه الإفريقية. أول هدف لناصر ماهر مع الفريق الأول للنادي الأهلي هو هدف إفريقي. يا على الكورة، يا على الكورة. بصوا يا جماعة ندفد، بصوا المجهود اللي عمله ندفد، بصوا الكورة حطها إزاي. يا ولد يا ولد يا ندفد، حقيقة مستوى عالي قوي بيعمله. بصوا السرو باص أولا من ناصر ماهر والكرة الثانية من ندفد ترتد من القايم عشان نصيبك عمودي. يلعب البينية حمودي. يا ولد يا ولد يا مروان، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. يا سلام يا مروان يا محسن. يجيب الهدف الثاني، يجيب الهدف الثاني في الدقيقة 39. 2-0 مروان محسن يجيب هدفه الافريقي الثاني، هدفه الافريقي الثاني. بقول لكم في جعبته هدف واحد بس السنه اللي فاتت في مرمى فريق اونانا اللي هو اللي لعبه النادي الاهلي اونانا الجابوني. ادي الكره لف وحطها على يمين. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. انما السرو باص ايه؟ حكايه من حمود، حكايه وروايه من حمود. الله 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 على الكوره. يا سلام، هدف تاني للنادي الأهلي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.